صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر. ومع بداية شهر رمضان والصيام، الطلاب اللي في المراحل الدراسية ممكن يكون عندهم شوية من الاسترخاء في نهار رمضان، وبتبتدي الأم إن هي تعاني من عدم متابعة الأطفال للدروس والمذاكرة، خاصة مع اقتراب مواعيد الامتحانات، وبتبقى دي تقريبا المعاناة اللي موجودة في كل البيوت المصرية. فعلا تبقى موضوع صعب جدا، ودايما بيبقى فيه سؤال إزاي أقدر إن أنا أساعد نفسي عشان أقدر أعود ابني على روتين أو على نظام للمذاكرة، إزاي أساعده هو شخصيا في المذاكرة في رمضان، إيه النصايح اللي تساعدهم على التحصيل والمذاكرة، وإزاي يقدروا إن هم ينظموا وقتهم. كل التفاصيل دي هنعرفها من دكتور نور أسامة، استشاري تعديل السلوك. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، نورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليكم. صباح الخير يا دكتور. دكتور، إزاي أقدر أنظم وقتي؟ يمكن ده كان سؤال فقرتنا النهاردة في صباح الخير يا مصر، إزاي اللي إحنا نقدر نتعامل مع الأطفال ونهيئهم ما قبل الامتحانات تحديدا في رمضان. طيب خليني أقول بس على فكرة المذاكرة في رمضان، هل إحنا وإحنا صايمين هل إحنا مش مركزين؟ أنا ابني مش بيعرف يركز، انتباهه ضعيف، التعليم فيه مشكلة، فقدان أو ذاكرة قصيرة المدى. خليني بس أقولك إن كلية الطب النفسي في لندن في 2017 نزلت دراسة قالت إن في حاجة هرمون اسمه البي دي اف اس، اللي هو عباره عن ايه؟ اللي هو ليه علاقه بالمسارات العصبيه. انا مثلا خدت معلومه 1+1=2، ده اسمه مسار عصبي. في يوم اجي للامتحان الهرمون ده بيفكرني على طول المسار العصبي هاته بيساوي 2. ده في اثناء الصيام، حاله الصيام شغال عادي جدا، يعني انا ممكن اذاكر اثناء الصيام نفس الكفاءه العقليه في الايام الطبيعيه زي رمضان بالظبط، الاثنين زي بعض. طيب تاني حاجه، طيب انا ممكن اتعلم، اسمها مرحله تعلم، هل تركيزي وانتباهي في رمضان زي بره رمضان؟ اه طبعا، عشان المسارات العصبيه اللي هي علاقه بالتركيز والانتباه نفس الدرجه بتاعتها قبل رمضان لما عملوا 80% من الاشخاص كان مراحل عمريه مختلفه، ده سواء من قبل الرجال. الفطار او بعد الفطار. اه طبعا، وعايز اقول اكلم حاجه بعد الفطار بس دلوقتي بنتكلم على قبل الفطار. 80% من الرجال والاناث اللي كان في مراحل عمريه مختلفه كانوا نفس الكفاءة في التركيز والانتباه، وال 20% كانوا حاجات مختلفة. وانا برضو هنتكلم ليه ممكن حد في مشكلة في مرحلة التعلم، وفي ناس عندها ليه مشاكل في موضوع التركيز والانتباه. طيب فكرة الذاكرة، النيتروفين ده فكرة اللي هو بيزود الذاكرة طويلة المدى. يعني انا عندي فقدان شوية ان انا مش بتذكر المعلومة. ايوه، ده هو برضو نفس الكفاءة في الصيام غير الصيام. العوامل اللي ممكن تساعد على عدم كفاءة التذكر أو التركيز الانتباه، مهارات الحفظ، مادة الميلاتونين، المادة الزرقاء بتاعت الموبايل أو التلفزيون بتجيب تشتيت انتباه بشكل كبير جدا. حاجة اسمها متلازمة تأخر النوم، إني بنام في أوقات مختلفة، يعني بنام متأخر فبسبب لي أرق ما قبل النوم، بعد كده الأرق أثناء النوم، على حاجة اسمها الـ N3، مرحلة العمق في النوم، إن المخ عامل زي عضلة، بقية عضلات الجسم محتاج يرتاح، فحضرتك مش بتريحه، فبتلعب على السايبر بيولوجية، فهو مش قادر يذاكر عشان هو ما ريحش كويس. وممكن تكون التغذية فيه مشكلة. والسؤال بتاعك بعد الصيام، بعد الفطار إحنا حتى الأطفال في المدرسة أو الطلبة بنيجي نتكلم معاهم نقول لهم بلاش، إيه نوعية الأكل اللي أنت بتاخده في المدرسة؟ عشان دايما بيقول أنا عندي تشتيت انتباه، عشان تاخد نسبه من بروتين كبيره جدا، فالدم مش بيطلع للمخ بالصوره الكفايه اللي تخليك قادر تركز. عشان كده بيقول لو هتاخد نسبه بروتين كبيره اصبر شويه عشان خاطر عمليه الهضم، عشان تعرف لو انت قعدت تذاكر على طول بعد نسبه كبيره جدا من بروتين، طب ما هو الدم مش هيطلع بالصوره الكفايه اللي انت قادر تذاكر. فنوعيه الاكل بتفرق، مرحله اللي هي متلازمه تاخر النوم بتفرق، مادة الميتونين بتاعت المادة الزرقاء بتفرق في تشتيت انتباه وتأخر مرحلة الحفظ والمذاكرة. يا دكتور، يمكن حضرتك شرحت لنا العوامل اللي بتؤثر على التركيز وعلى يمكن نمط اليوم كله، لكن احنا دلوقتي لو عايزين روشتة نعمل ايه؟ طيب أول حاجة خلينا نكون متفقين إن ولادنا قليل جدا ما بيكونوا بيحبوا المذاكرة. فخلينا نقول انا ازاي احفزهم
ان هم يحبوا المذاكره. لحد 10 سنين او لحد 11 سنه احنا دايما بقول ايه المحفزات؟ حاجه اسمها السلم والتعبان او اكس او. اللي عباره عن ايه؟ حاجات سكور كده بحطه شيت صغير في هيئه سلم وتعبان. بحط له التاسكات، بحط له المهام اللي عليه. ده علشان بس يبقى عنده الشغف ان هو نفسه يذاكر، مش حبا في المذاكره. حبا في الشكل الاكشن بقى اللي احنا عاملينه، ان هو هياخد هديه او مكافاه مش رشوه لو وصل السلم والتعبان النهارده وعمل المهام اللي عليه. ودايما بقول ده محفز. المحفز الثاني، حط هدف عند النجوم وهدف عند القمر، عشان ما عرفش توصل النجوم على الاقل وصلت القمر. اللي هو ايه؟ ايه اكتر شخصيه بيحبها؟ حط ستيكر كده على الدولاب، عايز اكون دكتور مجدي يعقوب، عايز اكون دكتور كذا، عايز اكون اي حاجه. لا بلان ايه وبلان بي. بالظبط. بعد كده احط له بقى عشان خاطر ده، عشان يحس بالمحفز او الشغف. تاني حاجه المكافئات اللي هو على اساسها هيبدا يشتغل ويذاكر. طيب لازم اعرف ابني فكره الاجبار اللي هو روابط سلبيه. حلم الابوين، يلا ذاكر دلوقتي عشان تطلع زيي. فهو اصلا مش عايز يطلع زي بابا وماما. فانا بكرهه في المذاكره بشكل غير مباشر. يلا نام عشان بكره عندك مدرسه. افعل ولا تفعل. اه طبعا، يلا نام عشان كذا، كلها روابط سلبيه. بقول له لو انت المذاكره ليها علاقه بالنوم بدري. المذاكره ليها علاقه باللي انت فاكره التلفزيون. فدي كلها روابط سلبيه. لازم اعرف هو اني نوعيه من المذاكره، يعني ايه؟ هل هو بصري؟ بيتفرج على المعلومه او بيقراها فهو تمام بيدركها؟ هل هو سمعي؟ هل هو كتابي؟ او ممكن نربط الاثنين في بعض. احنا اوقات بنرغمه هو يكتب وهو رافض الكتابه. صحيح. وهو عنده سرعه رد فعل، هو قادر خلاص يدرك المعلومه وقادر يطلع المعلومه في ذاكرته طويله المدى. فانا ما بحب، مش لازم اجبر ابني في ده، اهم حاجه سرعه رد الفعل اللي هو اساله ويرد عليا. وده لما بجبره بقول له لازم تكتب المعلومه، وهو مش عايز يكتب المعلومه هو ولا هيذاكر ولا هيكتب. لازم احط له المواد اللي بيحبها في الاول، واحط له بريك بعدها، نعمل اي حاجه فيها تحفيز. اه بالظبط. وممكن نعمل بريك. اي اكتيفيتي، اي حاجه نعملها مع بعض يعني. وبعد كل ساعه ونص او ثلاث، يعني انا يعني لو ابني مثلا اي دي اتش دي، كل 30 دقيقه قوم خليه يعمل اي حاجه ويرجع تاني. لو كان تركيزه حتى مش لازم اي دي اتش دي، ممكن يبقى هايبر اكتيف. في الحالات الطبيعيه كل ساعه. الوقت الامثل للمذاكره قد ايه؟ يعني حضرتك بتقول بعد كل ساعه ونص ياخد بريك 30 دقيقه. هو المفروض يذاكر كم ساعه او كم دقيقه في اليوم؟ طيب. وخاصه انا اسف، خاصه ان رمضان عندنا احنا بنتكلم الوقت فيه قصير شويه، يعني مجرد ما بنفطر الساعه 6 بتدخل لحد 7، انت عاوزه ينام بدري برضو. اه طبعا. فالافضل برضو يذاكر قبل ولا بعد؟ طيب. هو الافضل احنا من بعد مرحله الفجر، دي احسن مرحله بيكون فيها ادراك المخ. طيب اذا لم يستطع، فكره قبل الصيام فكره مفيده جدا، مش بتعمل اي مشكله خالص في موضوع الحفظ او الانتباه. احنا اللي عندنا حاجه اسمها الدوجمه، احنا مقتنعين ان واحنا صايمين مش قادرين نذاكر. هي دي المشكله. بس هو المخ بياخد التغذيه كلها من الجسم، شيء طبيعي جدا. صحيح. فهو ممكن قبل الفطار وممكن بعد الفطار. المده ما تهمنيش، على عشان في فروق فرديه. يعني ابني في ناس بتقرا المعلومه مره واحده تحفظها وتروح الذاكره طويله المدى، وممكن تستعيها في اي وقت. الفكره كلها اللي انا احط حاجات لابني الماده اللي بيحبها في الاول عشان يحس بالانجاز واعمل له علامه صح، واحط له المواد اللي مش بيحبها في النص، وادي بريك مستمر. يعني بعد كل ساعه بريك، حتى لو كان 10 دقائق او ربع ساعه، عشان اغير له الماده اللي بعدها عشان برضو يحس بالانجاز. الفكره مش لازم الفتره الكتيره، اهم حاجه الانجاز فيها. يعني لو كان ابني بديله معلومه بالكتابه واجي اساله ومش عارف يرد، يبقى ابني ما كانش من الشخصيات اللي بتكتب. يعني ممكن شخصيات بتسمع، بتختلف حسب السمات الشخصيه والتحصيليه من شخص لاخر. مظبوط. الفكره كلها اللي هو قبل فطار او بعد فطار، هي تفرق في ادراكه، هتفرق في انواع المحفزات والمسؤوليات اللي انا هحطها له عشان يبدا يذاكر. ان انا احط له فترات متقطعه بينيه بين المواد اللي بيحبها، وكل في الاول وفي النص وفي الاخر مواد بيحبها، عشان احفزه اللي هو يخلصها. وفي اخر اليوم لو وصل سالم وتعبان او اكس او، انا بجيب له هديه معينه. لو اخر اسبوع وصل الاكس كلها في الاسبوع او الاو او السالم والتعبان، بعمل له مكافاه مثلا صندوق هدايا او مكافاه
اللي هو مثلا عملت كذا هطلع لك اكتر من ورقه والحاجه اللي بتحبها اعملها لك. الموضوع طلع كبير يا جمانه، ومكافئات وفلوس والله ما كانش ما فيش اي حاجه. كانش عندنا الكلام كانش عندي الكلام ده خالص. كميه الضغط النفسي، يعني انا دايما بقول ادرينالين ونور ادرينالين والكورتيزون ده حاجه كويسه للضغط النفسي، بس لما بيزيد بسبب لازم ذاكر عشان ما تجيبش درجات وحشه، اصحابك بيجيبوا درجات حلوه لازم تبقى زيهم، الضغط اخواتك اصحابك قرايبك، ففي كمية ضغط عليه كبيرة جدا، فلو كملت على الخط ده انا بكرهه في الدراسة. لا ده في المطلق بقى، في رمضان بره رمضان جوه رمضان، ده في المطلق بقى ده موضوع تاني. بس برضو في امهات، يعني انا مامتي ما كانتش واحدة منهم بصراحة في الاجازة، يعني حتى في وقت اللي قبل الامتحانات ده كان في ناس ما بتروحش المدرسة، انا كان لازم اكون في المدرسة في رمضان نفس الكلام، ماما ما كانتش عندها الاوبشن ده. بس في امهات بتشوف انه لا هتروح ولادي مش هيروحوا المدرسه مثلا في رمضان عشان بيتعبوا. انت شايف يا دكتور ان ده صح ولا غلط؟ شايف انه فكره الاجهاد رمضان بيبقى مجهد فعلا للاولاد في المدرسه ولا لا؟ يعني رايك ايه؟ طيب انا عايز اقول لك القشره الخارجيه بتاعه المخ اللي هي خاصه بالمعادله البصريه بتزيد في حالات الصيام، وده لما اتعمل برضو في لندن. المعدل السفلي بتاع المخ اللي خاص ب المعادلات الرياضيه وتعلم او فهم اللغه، اللي هي الناس اللي عندها صعوبات تعلم او الناس اللي بتدرك اللغه، كل ده بيتزايد في اوقات الصيام. بس احنا بنعمل حاجه اسمها مرتبط يعني بالصيام؟ لا بيتزايد عادي في حالات الصيام زي الايام العاديه. احنا بس بنحط لهم الروابط السلبيه. يعني انا احصل اكتر فتره الصيام؟ اه طبعا فهمه؟ عادي جدا. يعني هقول لك حاجه، عدد لما اتعمل في 2019 على اول تجارب تبقى دايما على الفرين، لقوا ان 90% من الفرين عدد المسارات العصبيه عندها زادت عن اقرانهم في عدم في ايام غير الصيام. عدد المسارات العصبيه دي اللي بتتحكم ان انا قادر استقبل مثلا المخ الميموري بتاعه لا نهائي، فممكن استقبل مليون معلومه عادي جدا. بس الفكره كلها هي بتروح الذاكره قصيره المدى ولا ذاكره طويله المدى. فده بينمو بشكل اكتر منه في حالات الصيام او في الاوقات الصيام المتقطع او الصيام الدايم عن الحالات الايام الطبيعيه. فاللي انا احط له رابط سلبيه ان الصيام زي مثلا انا بتعصب قوي في الصيام. لا هو حضرتك مثلا لو كنت مدخن فحضرتك ما عملتش تقليل تدريجي للنيكوتين فجسمك محتاج له فانت متعصب، هو ادمان سلوكي اكتر منه. حضرتك الكافيين ما عملتش تدرج طبيعي لتقليل الكافيين زي الادمان، ان انت بتقلل الجرعات تدريجيا عشان تقدر تتعامل في رمضان. بس صحيح. هو الموضوع فكري او دوجما او ارتباط شرطي سلبي اكتر منه. فانا كده بحط لهم ما تروحش في رمضان عشان مش عارف ذاكر، اصل انا بكون مصدع، اصل انا بكون متعصب جدا. كلها روابط سلبيه، تاثير وهمي سلبي. طب دكتور لو هنتكلم بما ان حضرتك ذكرت فكره الذاكره قصيره المدى وطويله المدى، لان اغلب شكوى أولياء الأمور إن فعلا ابني مذاكر السؤال ده لكن دخل ساعة الامتحان ما حصلش فيه حاجة، إزاي أقدر إن أنا أعزز من الذاكرة طويلة المدى عند الأطفال؟ طيب خليني أقول لك الموقف ده بالظبط تشبيهه إيه. لو جينا كوبايتين وكوبايتين فيهم مية، الكوباية الأولانية بتحط بودرة لونه أزرق، فكوباية كثافة الكثافة هتبقى لونها أزرق، الكوباية التانية وأنت بتحط البودر في مروحة نطولت شويه الباودر فالكثافه الاولانيه هتبقى اكتر. ده اللي بيحصل بالظبط، هو احتفظ بالمسارات العصبيه بالمعلومات. طب في استدعاء المعلومه ايه اللي بيحصل؟ عندنا حالتين، لو هو كان من هايبر اكتيف او تشديد انتباه فهو اصلا ما حفظ المعلومات 100%. يعني في بعض الشخصيات اللي عندهم تشديد انتباه لاي مدى خارج التلفزيون او بيتفرج على التلفزيون او اي شاشه فترات طويله، المعلومات لو خد 100% المخ بيستقبل 170%. فلما بتيجي اصلا تستدعيها ممكن تستدعيها ب 50%. ده اول مشكله. المشكله الثانيه ان هو مش قادر يركز مع اكتر من حاجه، معنى الضغط النفسي عليه قوي. فالمسارات العصبيه في المخ الدم بيسدها فمش قادر يسترجع المعلومه، بيقول لك فقدان ذاكره مؤقت فانا مش فاكر. طب ده نعالجه ازاي؟ في عندي مشكلتين. المشكله الاولانيه احنا بنقول انا كنت بخاف بشكل كبير، انا محتاج امرن مخي حاجه اسمها تقمص الشخصيه او النمبر سيستم، ان ابدا افكر في حاجه تانية منها عملت ريكفري لمخي وعملت بلوك للخوف عشان الخوف ما بيروحش.
فخليه مثلا يعد من 20 ل 10. من 20 ل 10 بتفتح الدم للمسارات العصبيه فبيبدا يسترجع المعلومه مره ثانيه عشان بقى عمل ريكفري. فالريكفري عمل ايه؟ عمل بلوك وخلى المخ يبدا يستارت الفوكس مره ثانيه. طيب الشخصيات اللي كانت بيجي لها تشتيت انتباه لازم تتمرن ان هي تعرف تركز مع اكتر من حاجه. يعني في مثلا صور تكون مشهوره قوي تطلع مثلا حاجه في الشكل ده في منه 5، الشكل ده في منه 6، فبقى بسمع اغاني مزعجه ابني مش بيحبها كعنصر من عناصر تشتيت الانتباه، وبعد مثلا من 1000 لصفر ده، وبطلع الحاجات المتشابهه. ليه؟ عشان اعلمه يعمل 3 حاجات. اول حاجه ما تسمعش الاغاني المزعجه، تاني حاجه افضل عد عشان تركز في العد، وعشان تركز في الحاجات المكتوبه. بيعمل الثلاث حاجات مع بعض بالظبط. ده تدريب كويس قوي للناس اللي عندهم تشتيت انتباه والذاكره دايما قصيره المدى. فده بيحول الموضوع للذاكره طويله المدى. نعم. الناحيه الثانيه موضوع الخوف، هو بس بيعمل فكره النمبر سيستم ده عشان دي حاجه وقتيه، ان هو في الامتحانات الطبيعيه بتاعت الشهر او في المذاكره استدعاء المعلومه سهل. فاذا هو عنده مشكله في فكره الامتحان في حد ذاته، فعنده خوف خيالي، فالخوف الخيالي بيسد المسارات العصبيه، فده انسب حاجه ليه. طيب بشكل عام يا دكتور، ايه اللي المفروض البيت يوفره للطفل عشان يقدر ان هو يركز ويذاكر بهدوء من غير زي ما كنت حضرتك بتتكلم، من غير فكره الضغط، كمان فكره النوم، ازاي ممكن انظم وقت النوم؟ طيب انا دايما بقول احنا محتاجين ننظم الجدول، نحط ورقه مهام. ورقه المهام هتفرق مع ابني جدا. طيب حطيت ورقه المهام، محتاج اخد المذاكره بشكل لطيف شويه، يعني اتخلص المذاكره وانا اخلص شغل البيت، واللي هيخلص الاول ليه ايس كريم. عايز اخد هو بيذاكر جنبه او في الصالون بره، انا بقرا كتاب. مش شايفني مثلا خارج مع اصحابي او بابا خارج مع اصحابه وقاعد بذاكر في البيت لوحده. المشكله الثانيه الارتباط الشرطي، لازم ماما تبقى قاعده جنبي او لازم ماما تذاكر لي عشان هو واخد على ده. انا ممكن اقعد جنبه لو احتاج معلومه، فممكن اكون كونفرت زون بتاعه واحسسه بالامان، وانا كمان بقرا الكتاب او الهدايا مثلا تكون عباره عن كتب مش عباره عن مكافئات ليها علاقه بحلويات او كده، فابدا احببه فكره الدراسه. نغير اماكن، يعني النهارده في المكتب، غير الروتين القاتل، بكره في الصالون، بعده في الصاله. فكره اللي انا يبقى عندي حافز بديه لابني، ده ما بيخلوش استغلالي؟ يعني هو متعود ان هو مش هيعمل الحاجه الا لما ياخد حافز قدامها او ياخد مكافاه قدامها، ده صح ولا غلط برضه؟ طيب في فرق بين الحوافز زي ما انت قلت اللي هي قصيره المدى وطويله المدى، والفرق بين الرشوه. صحيح، بس هي شعرايه بسيطه قوي الفرق ما بين الاثنين، ازاي اقدر احافظ على التوازن ده؟ ما انا هقول لك بقى، احنا بنستخدم خلينا مثلا في الرشوه، لو عملت ده هديك شكر، لو عملت ده هجيب لك كذا، دي اسمها رشوه. طيب او حتى في البدايه قبلها، يعني خد ده واعمل ذاكر، خد الشوكليت دي وذاكر، دي الرشوه. ما بالظبط دي رشوه بالظبط. ده بقى انا ابني كده بيعرف اللي هو بيبتزنا عاطفيا بالظبط، فانا مش هذاكر الا لو جبت لي ده، دي الكارثه. بس الحوافز اللي هي قصيره المدى، ان انا مثلا سلم تعبان او الاكس او مثلا او سكور شيت، ان انا اقول له لو عملت 5 تاسكات عليك، 5 حاجات او 6 حاجات عليك، هتتفرج على التلفزيون، هتمسك الموبايل لمده ساعه، طب لو عملت 3 لمده نص ساعه. فالحاجات الطبيعيه اللي حواليه اللي هو بيحبها ببدا اتحكم فيها، اللي هي العقاب او الحوافز الماديه. طيب اخر اسبوع لو عملت الاسبوع كله يا تروح المكان الفلاني يا المكان الفلاني. فدي المحفزات الطبيعيه اللي بتحفزه يبقى عايز يعمل ده. ليه؟ عشان هو مش عارف ادراك قيمه الحاجه دي. يعني هو مش هيذاكر عشان هدفه وحياتك وده مستقبلك، هو مش فاهم الكلام الكبير. صحيح. ده هو ما يفهمش لغه المكافآت، زي الاطفال الصغيرين من ساعه بريكي. لو انت رحت الحضانه انا وانت راجع هنتمشى مع بعض، اروح نعمل كذا، فيبقى عنده الحافز اللي يروح. هو عمره ما يحب الحضانه. يعني انت لو انت فكرنا امسك الموبايل واتفرج على العب جيمز، اتفرج على افلام، ولا اروح المدرسه؟ لا طبعا، انا بالنسبه لي ده هيسيل الشغف بالنسبه لي. صحيح. فايه اللي يخليني اروح المدرسه؟ صحيح. فانا مضطريه ان احط حاجات اللي تحط الشغف عند ابني، يبقى عنده الدافع ان هو يروح ويذاكر.
يعني انا بعمل الحاجه وانا في نفس الوقت ليا كنترول عليها، او انا اللي بتحكم فيها زي ما بيتقال، او فكره الفوز المستحق يعني. صحيح، يعني هو بيحس ان هو بيعمل حاجه فبالتالي بيتكافئ علشانها، مش فكره اللي هو الابتزاز، انا هبتز دلوقتي اهلي اللي انا ايه رايكم اذاكر بس تعملوا لي كذا. وده نوع من انواع كاركتر بيلدينج، ده نوع من انواع بناء الشخصيه. ان هو يحس باللي هو بياخد مكافئات فيبدا يحس اللي هو ليه كيان، فثقته بنفسه بتزيد. صحيح، بس انا اعتقد يعني اهم من كل ده فكره اللي هو لازم نصاحب اولادنا، لازم نتكلم مع اولادنا بهدوء، ويبقى الحديث ما بيننا وما بينهم هو حديث تفاعلي بناء، واحاول ان انا انمي واعزز شخصيه ابني في فكره اللي انا لا دي وجهه نظر سليمه 100% لازم ان احنا ناخد بيها. طب ايه رايك لو يبقى في لغه حوار ما بيني وما بين الاطفال تحديدا. بنشكر حضرتك يا دكتور، نورتنا في صباح الخير يا مصر. الدكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير. بشكرك، ربنا يخليك. شكرا لك يا دكتور.